أسعد الله مساءكم، أسعد الله قلوبكم أيها الأحبة الكرام، ولقاء متجدد مع حضراتكم البوصلة في موسمها الثاني. اليوم إحنا في مجتمعنا الذي يبدو للوهلة الأولى أنه مجتمع متآلف متآزر متحاب، لكن نرصد هناك أربع نماذج لفضاءات المجتمع. هناك من يبحث عن مصلحته وما همه في الحياة إلا أن يدور مصالحه ومكاسبه ومغانمه، وهناك نموذج آخر رائع الذي يبحث عن مصلحته ومصلحة الآخرين من حوله، سواء أخوه في البيت، سواء بالمحلة، بالمدينة، بالدائرة اللي هو عايش بها. والنموذج الثالث، هناك من يضر غيره، وهذا كثير صار مشاهد اليوم، سواء في الازدحامات ويضرب السرة مثلا، أو يجي واسطات وشهيات ومجاملات وياخذ مكانك بدون أن يعني أن يكون له شيء يهز ضميره. هناك نموذج يضر نفسه ويضر الآخرين من حوله، هذا أخطر أنواع الفئات المجتمعية اللي للأسف الشديد بدأت تظهر وبدأت تنمو كالأدغال في مجتمعنا. قطار جاء من بغداد إلى الموصل، قطار حلو جميل جدا وشكله لطيف، ما تشوف إلا أطفال طلعوا ضربوه بالحجارة، كسروا النوافذ. هؤلاء الأطفال الذين غادروا مقاعد الدراسة والتربية والتعليم في البيوت وفي المدارس اختفت، ظهرت لنا من يقذف هذه الأدوات الجديدة التي جاءت تنهض بالمدينة. اليوم في مجتمعنا هناك شخصية عدائية، عدوانية، أنانية، بس تشوفوا ما يحكي إلا بالشغلات الأنانية اللي تخصه فقط، وإن شاء الله البلد يروح إلى جهنم، ما له علاقة، هو همه وهدفه ومقصده من هاي الحياة أن يساهم في كسب مصالحه. ولكن هناك نموذج نريد نسلط عليه الضوء اليوم، الذين هم الكرماء الفضلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ويقسم رغيف الخبز ويقول لك أنت أخويا وتعال نبني سوا ونعمر سوا على الأقل من أجل أولادنا وأحفادنا. هذا هو مجتمعنا. الجهود لو تتنظم وتصير جهود مؤسساتية ربما نساعد أنفسنا ونساعد من يدير أمورنا على أن نخرج من هذا المأزق وهذه الحفرة، نرشد المؤذي هذا اللي يضر نفسه ويضر الآخرين، ونساند أي إنسان مغيث لغيره، كريم مع غيره بشكل علمي ومؤسساتي. قبل أيام في كابل في أفغانستان قادة غادروا البلد وقادة استلموا البلد، وين المجتمع؟ كلتنا سألنا أنفسنا شنو هذول الملالي الجو وشنو هذول اللي راحوا العملاء لأمريكا، لكن ما سألنا وين المجتمع؟ ماكو المجتمع. لماذا؟ لأنهم لم يؤسسوا لمنظمات المجتمع المدني. التجمعات المدنية والتثقيف في هذا الاتجاه هو محور هذه الحلقة اليوم مع ضيفي العزيز الأستاذ مهند الصوفي، مدير منظمة ريادة لبناء القدرات. أهلا ومرحبا بك أستاذ مهند. أهلا بك أستاذ، رحب بك في هذا المكان الجميل في القرية السياحية في الغابات. أهلا بك، شكرا جزيلا تحت هذه الفرصة. الله يسعدك إن شاء الله. أستاذ مهند، بدون مقدمات نذهب إلى عنوان الحلقة اليوم. أنا أريد أفهم من حضرتك إيش نقصد لما نقول مؤسسات المجتمع المدني؟ نعم، مؤسسات المجتمع المدني هي مجموعة من الأفراد يجتمعون على فكرة معينة، هدفهم نبيل، هدفهم تطوعي بالدرجة الأساس، يتنظمون، يختارون مجال معين سواء في مجال التعليم أو الإغاثة أو المرأة أو الطفل أو التوعية السياسية القانونية وإلى ذلك، يعني وما إلى ذلك، ثم يذهبون إلى الدولة لتسجيل أنفسهم بصفة رسمية كمؤسسات مجتمع مدني، ومن ثم ينزلون إلى الميدان. هذا النزول إلى الميدان أستاذ مهند، إحنا بهذا التمهيد للحلقة يعني صراحة أنا أثروا بي هذول اللي ضربوا القطار بدل أن نصفق لهذا القطار، على الأقل يعني بشارات خير للمدينة. المنظمات المجتمع المدني كن انتبهت إلى هذه المظاهر، يعني النبي يونس لما شالوا البسطات وخلوا لهم مسقف ونظموهم أكو اعتراضات كبرى، يعني المنظمات هذه ساهمت، نزلت إلى القاع، إلى المجتمع. هو أستاذ يعني باختصار المسألة كلش معقدة وكلش كبيرة. مسألة رفع الوعي عند الجمهور تحتاج إلى تراكمات ثقافية، نحتاج إلى أجيال، نحتاج إلى عمل يومي مستمر حتى نقطف الثمرة بعد سنوات. فللأسف خلال الفترة السابقة كان أكو عملية تجهيل واضحة جدا لمجتمعنا، الابتعاد عن التعليم، الابتعاد عن فكرة الانتماء للوطن أو المسؤولية المجتمعية،
هذا الأمر ولد لنا يعني الفردية، أنه الشخص يبحث عن ذاته فقط، يبحث عن مصلحته فقط، وإن أضرت هذه المصلحة مصلحة الآخرين. فمسألة معالجة هذا الأمر تحتاج إلى وقت طويل. مؤسسات المجتمع المدني جزء أساسي من دورها هو مسألة التثقيف والتوعية، وخصوصا في هذا المجال. ولكن يعني هنالك يعني من يعمل، وهنالك من يعني ينشغل في القضايا الإغاثية فقط. المسألة تحتاج إلى وقت، ولكن يعني نحن نسدد ونقارب. بالضبط. أنا يعني أشيد بجهودكم يعني الرائعة، وأنا أشوف كثير من مشاهد. يعني قبل فترة استضافينا الشاب حذيفة الحسو، وعنده يعني حلو شغلاته، لكن أنا أريد أعمل تيار بالمجتمع أنه ننتبه إلى، طالما أكو مشاهد مؤذية بالمجتمع تظهر، لابد من المجتمع الموصلي اللي هو متمدن ومتحضر أن يظهر كرد فعل على هذه. أنتم حضراتكم يعني يعني الذين ينتمون إلى هذه منظمات المجتمع المدني، من هم بالضبط يعني؟ الفكرة الأساسية من يعني أو إحدى أدوات ومنظمات المجتمع المدني هي إفراز نخب، إفراز قيادات، سواء على المجال في المجال الإعلامي أو في المجال الميداني. هذه النخب هي التي تقف ضد هذه الحالات يعني الاستثنائية التي تكون نشاذ في على مجتمعنا. مسألة إفراز هذه النخب يعني الحمد لله خلال الفترة الماضية بعد التحرير الموصل استطاعت أن يعني تفرز نخبة جيدة جدا من الشباب الواعيين المثقفين، استطاعوا أن يقفوا ضد بعض التصرفات أو السلوكيات الغير صحيحة، وأن يعني يكبحوها. نعم أستاذ مهند، اليوم هذه المنظمات تعمل ونشوف يعني بالموازات، يعني أكو عمل إغاثي، أكو جمع تبرعات، أكو يعني ندوات، يعني كثيرة، هي متنوعة الفعاليات يعني. ولكن ما تشوف دور الحكومة اليوم؟ يعني أنت مثلا تعمل ترمم بيوت في الأيمن، أو تعمل حملة تبرع دم مثلا، أو تبرع بالمال، زين هذا مو دور الحكومة؟ أنت ما يعني خلينا نكون صريحين، أنتم عدللون الحكومة. يعني بدل أن تواجه الحكومة تقول تعالي بابا شوفي مسؤوليتك، هذه ما مسؤولية المجتمع. ما أعرف، أنا نوبات بعض الأحيان أقول يا ريت مثلا ما يعملون هاي الشغلة، لأن هاي الشغلة الحكومة مطالبة بها ما المجتمع. إلى أي مدى تأيدني يعني في هذا؟ خلينا نرجع على أصل يعني تأسيس الدولة. قبل نشوء الدولة كان هنالك مجتمع يسود قانون الغاب، قانون القوي كل الضعيف. فكرة العقد الاجتماعي تقول بأنه هذه المجموعة يعني الكتلة البشرية قررت أن تنتخب أو تختار مجموعة منها لتولي مسألة الحكم أو إدارة هذه الكتلة البشرية. مع مرور الوقت الحكومة بدأت تتوغل أو بدأت يعني تتجاوز صلاحياتها على حساب الشعب، على حساب الناس. فنشأت يعني الطبقة الوسطى اللي هي مؤسسات المجتمع المدني، سواء أفراد أو مؤسسات يعني بالشكل الحقيقي. فمسألة أنه هل هذا دور الحكومة، وأنه نحن مثل ما قلت عن دل الدولة، أنا أرى أنه صلاحيات الدولة أو مهام الدولة توسعت بشكل كبير جدا. الدولة الآن ليست قادرة على أن تسد كل الثغرات. مسألة فكرة مؤسسات المجتمع المدني هي فكرة صحية بالدول الديمقراطية، يعني بالبلدان الديمقراطية، لا بأس أن يشارك أو تشارك صفوة الناس بسد هذه الثغرات بالتعاون أو بالتشارك مع الحكومة. فالمسألة صحية طبيعية، ولكن بشرط هي ليست أن تكون بديل عن الدولة. يجب على الدولة أن تؤدي الدور، وفي المقابل يعني للمجتمع المدني أو لصفة المجتمع أن تمد اليد. نعم. زين، إذا وافقتوك مبدئيا، وأنا ما أستطيع أوافقك، لأن أنا أقول هاي مهمة الدولة، مهمة الحكومة، وهذه مهمة المجتمع. المجتمع صح. يساند، ما يعني يبادر بالبداية. ولكن لو قلنا مثلا ونريد نشجع الأخوان المشاهدين وأصدقائنا، أو أن ندعم مؤسسات المجتمع المدني، وين نروح أستاذ مهند؟ نروح إلى المدارس، إلى المستشفيات، إلى المحاكم، الأسواق، المساجد، يعني وين الجو الإيجابي لتقبل هكذا أفكار؟ بالتأكيد يعني المنهج الدراسي هو يلعب الدور الأساس في هذا المجال. مسألة التثقيف، إذا أردت أن تزرع فكرة معينة لدى الشارع ابدأ بالمدارس، ابدأ بالنشء الجديد، بالإضافة إلى الوسائل المساعدة اللي هي وسائل الإعلام. الآن بإمكاننا أن ننشر أي فكرة ونروج لها ونسوق لها، إن كانت صحيحة وإن كانت منطقية بإمكاننا أن نسوقها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المسألة الأخرى، مؤسسات المجتمع المدني تعتمد بالدرجة الأساس على فكرة المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية على اعتبار أنه هذه المؤسسات هي غير هادفة للربح.
نعم. تمام. فانه هذا الشخص بالدرجه الاساس هو جاي متطوع، يقطع جزء من وقته، جزء من راحته، جزء من يعني مصالحه الشخصيه لاجل ان يقدم خدمه بدون مقابل، خدمه عامه، خدمه للجمهور. نعم. تمام. فهذه فكره المسؤوليه المجتمعيه باختصار، اذا استطعنا ان نسوقها وان نروج لها وان نعد الشباب. زين، اشنو العامل الجذب او يعني انت بيش تحفز هذا الشاب او هذه الامراه او هذا الطبيب ان يعني يتبنى هذه الافكار؟ يعني ما هو يعني وسيلتك في جذبه؟ استاذ العزيز، يعني حب البلد وحب الوطن مساله فطريه. نعم. عندما تاتي لتفاتح شاب وشابه معينه انه خلي يعني سنقدم خدمه معينه للمدينه، سواء تنظيف شارع او تعليم معين، تعليم مجموعه من الشباب او محو اميه الى ما الى ذلك، فالشاب بالفطره يحب الخير، الناس بالفطره تحب الخير، بالاضافه الى انه هي تريد ان تخدم وتريد ان يعني تجد مدينتها افضل مما هي عليه، ودليل ذلك هو الهبه الشبابيه التي رافقت عمليات التحرير، الفرق التطوعيه وعمليات الاغاثه والمساعدات والتنظيف وما الى ذلك، دليل على انه هي المساله هذه فطريه فقط تحتاج الى تحفيز لا اكثر ولا اقل. استاذ مهند، الهبه الشبابيه اللي تفضلت بها، طبعا اكيد هذا شباب واعي وعنده يعني حب للناس وللبلد، صح، بس هذا النموذج انا بصراحه يعني اشيد يعني اكبر به هذه الجود، لكن هناك يعني هبه شبابيه سلبيه. روح اليوم المغرب وشوف على طريق الغابات كم من الشباب جالسين يحتسون الخمر، او كم من الشباب اليوم ما ينام للصبح ويلعب ببجي، كم من الشباب عابث نايم خارج احداثيات هذا الزمن. صح. ما اشوف اكو فجوه بين هؤلاء وهؤلاء. استاذ خليل، حتى نكون واقعيين، مساله اصلاح المجتمع بالكل انه يكون كل المواطنين مثاليين أبداً، هذه مساله غير موجوده، لا مجتمع افلاطوني ولا عند الدول المتقدمه ايضا. نحن نحتاج الى 5% فقط من الناس، هؤلاء النخب هم من يقودون ال95. تمام. نعم. هذه المساله يعني مثل ما ذكرت لك تراكميه، تحتاج الى وقت حتى يظهر عندنا هذه النخب، بالاضافه فيما يتعلق بالامور العامه او الاعتداء على يعني الاماكن العامه، هذه هنا يعني ياتي دور الدوله، يعني من واجب الدوله الان ان تتحرك بهذا الاتجاه، ان تنظم المرافق العامه لكي لا يعني يكون هنالك تجاوز على حريه المواطنين او المشاركين في هذه الاماكن. نعم. استاذ مهند، احنا اليوم هذه التشكيلات من منظمه المجتمع المدني، هل وخلينا نكون صريحين يعني حتى المشاهد يكون بصوره، هل هي تهدف لكسب الربح مثلا؟ وما بيها شيء، يقول لك التجاره شطاره يعني، صح، لو العكس طبعا اكو متطوع ما كنا اعتبره كمهنه، بل يعني ما يفكر بانه يستفاد او كذا، لا، يقول لك انا عندي شعور، اما شعور وطني خالص او شعور ديني خالص، اريد اعمل شيء. مساله الربح هاي اريد افهمها بالضبط. مثل ما ذكرت لك استاذي، هي الاصل فيها انه هي غير هادفه للربح، حتى يسموها مؤسسات مجتمع مدني غير ربحيه. غير ربحيه، تمام. نسمع استاذ مهند، نسمع يعني خلف الكواليس يعني ارقام مخيفه. صح صح صح. للاسف هنالك بعض النماذج السلبيه حول هذا الموضوع، انه هنالك من يتخذها مثل ما ذكرت شطاره وتجاره، وانه هو ياخذ مشروع نص الاموال تذهب يعني لامور خاصه، ولكن الاصل فيها من الناحيه القانونيه ومن الناحيه يعني المثاليه هي غير هادفه للربح. فيما يتعلق بماذا يستفيد المتطوع او المشارك في هذا المجال، هو يعني بالدرجه الاساس يعني يكسب علاقات، يطور مهاراته الشخصيه، يحتك بالمجتمع، بالاضافه الى انه يعني يقوي السيره الذاتيه معه، يشعر انه يعني يشعر انه يقدم شيء. تقدير الذات يعني مساله فطريه ويحتاجه كل شاب. فنحن في منظمة ريادة لبناء القدرات أغلب نشاطاتنا قائمة على التطوع. تطوع، ماكو فيها سواء كإداريين وكقائمين بالعمل، تطوع بالدرجة الأساس. ولكن هذا يعني بالمقابل، يعني أنا ضد فكرة إنه تطوع فقط. نعم. يعني ليس من الإنصاف، الإنسان يملها أيضا، ليس من الإنصاف أن يبقى الشاب خاصة هو في مقتبل العمر أن يبقى متطوع إلى الأبد. يعني يفترض إنه هذا الشخص مرة مرتين ثلاثة فيما بعد يمكن أن يخصص له بعض الأموال في حال إذا كان هنالك وارد، ولكن الأصل هي مسألة تطوعية. هي الأصل تطوعية، وأيضا هي ما على أنه التجارة شطارة. أي طبعا طبعا، يعني طبعا الحد الأدنى. بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ مهند، اسمح لي بس نخرج فاصل قصير حتى نكمل هذا الحوار الجميل إن شاء الله. أحبتي الكرام، فاصل قصير لتستمر بكم الرحلة.
عودة مجددة أيها الأحبة الكرام ومنظمات المجتمع المدني في هذه اللحظة العصيبة اللي نعيش بها، واللي نرتقي نريد أن نرتقي بالمجتمع أن يكون له بصمة ودور في ملاحقة ومتابعة كل مشاهد النهوض أو التخلف. ضيفي العزيز الأستاذ مهند أصوفي، عودة مجددة لحضرتك. قبل شوية قلنا أن المتطوعين ما هدفهم التجارة أو الربح الفاحش، إنما الحد الأدنى أو ربما متطوعين بلا مال. صح. أليس من واجب المجتمع اليوم وبمعنى آخر من واجب الحكومة دعم هذه النماذج؟ ما الذي يترتب على المجتمع من جهة ويترتب على الحكومة من جهة أخرى لإفراز هذا النموذج وتشجيعه؟ من الناحية القانونية والإدارية أستاذي، هنالك قانون رقم 12 لسنة 2010. نعم. قانون المنظمات غير الحكومية. هذا القانون هو الذي ينظم يعني عمل مؤسسات المجتمع المدني بالعراق بشكل عام، باستثناء يعني إقليم كردستان لديه قانون خاص. نعم. فيه القانون جدا مرن، جدا متساهل من الناحية الحكومية. أشي يقول هذا القانون يعني؟ يسمح لأي ثلاثة شخصين فما فوق بأن يؤسسوا مؤسسة مجتمع مدني وأن يتبنوا مجال معين يقوموا بالخدمة فيه. نعم. فالقانون كلش مرن وسهل، لا بأس فيه. فيما يتعلق بالمجتمع، هنالك للأسف الشديد يعني نظرة عن المنظمات. نعم. يقول لك إنه هذه منظمة معناتها فلوس، إنه ذولي عندهم ارتباط بالخارج. 40 ورقة أو 50 ورقة. للأسف سداجة. للأسف هذه المسألة غير صحيحة، غير واقعية. هنالك مبالغة جدا. المنظمات الدولية صح لديهم أرقام يعني فيما يتعلق بالرواتب، ولكن هي ميزانية تشغيلية، ليس الهدف منها مثل ما ذكرنا الربح. فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية يعني المحلية، هذه الأرقام غير موجودة تماما. يعني مثل ما ذكرت لك، الأصل عندنا هو العمل التطوعي، هو أن نقدم خدمة، أن نساهم في نهضة هذا البلد. نعم. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. زين، أنت تفضلت قلت الحكومة تسمح لثلاثة، بس تسمح يعوز ما تسمح، خلي تسمح، لكن ما بعد هذا احنا نريد يعني أكثر، خطوة أبعد. فيما يتعلق بالدعم المالي يعني العفو، قضية تسمح يعني قضية إدارية. إيه صح. لكن أنا أريد دعم. هي أستاذي الأصل، الفكرة مع المؤسسات المجتمع المدني هي تساعد الدولة. نعم. إذا نحن جينا أنشأنا كيان ثاني وطلبنا من الكيان الأول أن يساعد الثاني، لم نحدث تغييرا. فالأصل إنه هذه الشباب، هذول المجموعة من الشباب والأشخاص المؤمنين بفكرة معينة، الراغبين بتقديم خدمة معينة. نعم. الأصل فيهم إن هم من يقوموا بأداء هذه المهمة دون الاعتماد على أحد. الأصل إنه الدولة تفسح المجال لهذه المجموعة بالتحرك، وهم من يقوموا بسد ثغرة معينة سواء في مجال التعليم أو الطفل أو المرأة إلى آخره. نعم. زين، عند هذه النقطة أستاذ مهند، أي منظمة أو أي ثلاثية أو عشرة يجتمعون لابد أن يكون فلسفة يعني في الإعلان عن أنفسهم، في مقاصدهم، في رؤيتهم، في العمل الاستراتيجي مالهم وأهدافهم. صح. هذه الفلسفة ممكن يعني أو صارت عندكم مثلاً، أو هذه الفكرة اللي تتبناها فلان منظمة هي قوة تأثير على الدولة مثلاً أو على المجتمع، ولا هي خاضعة وتنفذ الأجندة اللي تفرض عليها من قبل الدولة أو المجتمع؟ الدولة لا تفرض أجندة، يعني هنالك خطوط حمر حسب القانون يقول لك إنه لا، يعني لا تكون هذه منظمة عندها ارتباطات خارجية تمس الأمن القومي. نعم. أن لا تدعم جماعات إرهابية مثلاً أو جماعات مسلحة، وأن لا يعني لا تهدد الأمن القومي للبلد. هذه الخطوط العريضة العامة، وهذا حق طبعاً. نعم. فيما يتعلق بدور يعني منظمات المجتمع المدني في التأثير وتصحيح مسار الدولة وبعض التصرفات أو السلوكيات الحكومية، فهذه النماذج لدينا منها الكثير. هنالك الكثير من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني. بالمناسبة، النقابات والاتحادات المهنية هي تدخل ضمن تصنيف مؤسسات المجتمع المدني أيضا. هنالك في حال إصدار قرار معين أو في حال قيام الحكومة بسلوك معين يضر بهذه الشريحة التي تهتم بها مؤسسة المجتمع المدني، فهذه المؤسسات تقوم بالتكاتف، تقوم بإطلاق حملات المدافعة والمناصرة واسترداد الحقوق. مثال على ذلك الحادثة التي أصابت أحد مديري المدارس قبل سنوات من اعتداء من قبل يعني جانب حكومي. نعم. هنا يعني في المقابل على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نقابة المعلمين كان هنالك ردة فعل كلش إيجابية، كلش مميزة، استطاعت أن تعيد الحق لهذا المدرس وأن تدافع عن هذا المدرس وأن تعيد له كرامته. ف
فمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام هي فاعلة وإيجابية ولها دور، ولكن قد يكون يعني غير مسلط عليها الضوء بصفة مؤسسات المجتمع المدني. زين، اكو ظواهر يعني سلبيه رصدت مثلا الشخص الفلاني اللي مشهور بالفساد مثلا، نعم، واذا به يدعم كذا منظمه وبالتالي ينفذون له ما يريد، سواء ترويج دعائي او يعني للانتخابات او صح. او تغطيه بعض الاشكالات اللي تصدر عنه. صح، هنالك بعض الحالات للاسف مثل ما ذكرت لك انه لا يوجد هنالك يعني رقيب على هذا العمل، يعني لا يوجد هنالك مانع من انه يكون هنالك تواصل بين المرشح او السياسي او اي شخصيه حكوميه وبين مؤسسات المجتمع المدني. في المساله تعتمد بالدرجه الاساس على القائمين او المؤسسين لهذه المؤسسه مدى ايمانهم ومدى جديتهم في خدمه هذه الشريحه التي يتبنوها، لانه مثل ما تعرف استاذي اي اقتراب من عمل سياسي بالنسبه لمؤسسات المجتمع المدني يحرق اسم صح. هذه المؤسسة يشوه العمل يعني. بالتأكيد، ويضر يعني كسمعة عامة لكل مؤسسات المجتمع المدني. فيعني هذه مسألة يتحملها القائم بالعمل. نعم. للأسف الشديد، ويمكن الأمور يعني شديدة الوضوح يعني صح. الناس اللي مخلصين ويعملون للمدينة، هذا الشخص يعني هذه المؤسسة وهذا الاسم سيسقط مع الوقت بالضبط. في حال اقترابه من العمل السياسي. أستاذ مهند، اليوم أنتم يعني على الأرض الواقع، وأكيد لكم مشاهدات أو زيارات غير مدينة من مدن العراق العزيز. يعني أنا أشوف مثلا منظمات المجتمع المدني بالموصل، هل هي نفسها مثلا بالناصرية أو باربيل أو فلان مكان؟ مثل ما ذكرت لك أستاذي، موضوع الجانب الإداري هو واحد، ولكن تعتمد على مدى وعي ونضج الجمهور. كلما تطور المجتمع، كلما تطور هذه النخبة، أفرزت نخب يعني مجموعة من الشباب في مجالات متعددة، هذا الجمهور سيبدأ بالتكتل، سيبدأ بالتقارب فيما بينه ويفرز مؤسسات. فالمسألة موجودة في كل المحافظات، ولكن باعتقادي في محافظة يعني نينوى هي الأبرز والأكثر نجاح. ماكو ميزة معينة يعني، ماكو الخط العام مثلا اللي يشتغل بالنجف مثلا او الخط العام اللي يشتغل بالموصل، ما بينه ميزة يعني تفرقه عن الآخرين؟ هي تعتبر يعني تعتمد استاذي على مساله الحافز، انه ما هي المشكله التي تريد ان تعالجها. نعم. فهذه المشاكل بعضها مشترك في جميع المحافظات وبعضها له خصوصيه. نعم. في مدينه الموصل مثلا بعد التحرير عندنا المشكله الاغاثيه كانت يعني كبيره جدا وبارزه جدا تماما. فكل المنظمات وكل الافراد وكل الخيرين توجهوا بهذا الاتجاه. نعم. استاذ مهند، برنامجنا البوصله يعني للمهتمين بفكر النهضه، دائما احنا نبحث عن النهضه، وبالتالي نسلط الاضواء على السلبيات الموجوده بواقعنا الثقافي والتعليمي مثلا. اليوم انا مثلا يعني اريد افهم من حضرتك، منظمات المجتمع المدني هل يمكن ان تساهم في اصلاح التفكير؟ بمعنى يعني اليوم احنا نشهد ثقافيا قبل ان نكون اجتماعيا نوع مشاهد من المجاملات وتغطية العيوب والظواهر السلبية اللي تبرر أحياناً وكثيرة، وإما نجامل أو نتجاهل، هل يمكن لهذه المنظمات أن تقف موقف يعني حازم وواعي وتبث الوعي في أن تقنع الجمهور، تقنع المجتمع باستبدال طريقة التفكير هذه اللي تضرنا؟ مؤسسات المجتمع المدني تنقسم إلى يعني قسمين بارزين، الجانب الإغاثي والجانب التنموي. فيما يتعلق بالجانب التنموي هو يتحرك على موضوع الوعي بالدرجة الأساس وبناء القدرات. نعم. فجزء مهم جدا من طبيعة عمل هذه المؤسسات هو معالجة هذه المشاكل ومحاولة يعني تنوير الشباب والجيل القادم. نحن في منظمة ريادة يعني نسعى جاهدين في هذا المجال. لدينا يعني جملة من البرامج التي تدعم هذه الفكرة. ايش تتضمن هذه البرامج لطفا؟ المسؤولية المجتمعية بدرجة الأساس. هذا يعني محاضرات البارز. وندوات ولا نعم برامج ولا إجراءات عملية؟ هنالك تطبيق عملي، مثلا برنامج رواد العطاء عندنا هو لمدة 4 أشهر، 3 أشهر نظرية تدريبات ودورات. الشهر الأخير هو يعني ينقسمون إلى مجاميع ويشكلون فرق صغيرة للنزول إلى الميدان وتقديم يعني حملات إغاثية ومساعدات حسب اختياره. يعني النزول إلى الميدان يعني أيضا بالمحور الإغاثي؟ أنا أروح أبعد، أنا أريد أثقف المجتمع. واحدة من المجاميع اللي عندنا أصدرت كتاب، صدور كتاب خلال هذا الشهر. جمعوا، هم ألفوا مجموعة من المقالات وأصدروا كتاب وسجلوه. نعم.
زين ممكن الانفتاح على المؤسساتية مثلا، يعني احنا نعرف انه اكو الشرطة المجتمعية صح، وكثرة الحوادث اللي عصير يعني غريبة عجيبة بمجتمعنا. السيد رئيس الجامعة جامعة الموصل منفتح، هو شعاره الانفتاح على المجتمع. كثير من المؤسسات قد تدعم يعني هكذا يعني توجه. نعم. يعني هل يمكن استثمار ذلك؟ يعني هل هناك تعاون مثلا مع الشرطة المجتمعية؟ بالتأكيد نحن لدينا تعاون مع جامعة الحمدانية، مع جامعة الموصل، مع الشرطة المجتمعية، مع الأمان العام لمجلس الوزراء، دائرة المنظمات غير الحكومية. هذه المسألة واردة جدا، وبالعكس نحن سعداء بهذا الانفتاح ورحابة الصدر هذه. السيد مثل ما ذكرت يعني رئيس الجامعة مرن جدا في هذا الجانب، أقمنا العديد من النشاطات داخل جامعة الموصل بالتعاون مع رئاسة الجامعة وكذلك باقي المؤسسات. لدينا النشاط مع مديرية التربية لإعداد وتطوير 100 مدرس ومدرسة من محافظة نينوى. فالجانب الحكومي مثل ما ذكرت مرن جدا ومتعاون، ولكن يحتاج إلى مبادرة، يحتاج إلى مفاتحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني. نعم. من أين يعني مبادرة؟ من قبل مؤسسات المجتمع المدني. نعم. يعني أنت تحتاج إنه تقدم فكرة وتقنع الطرف الآخر بجدوى هذه الفكرة حتى يكون هناك تعاون. والله أنا خلي أكون صريح معاك، يعني أنا كنت أتمنى يعني هذه الجهود. أكو شيء اسمه صناعة الكاريزما يعني. صح. يعني مثلاً يظهر لقطة معينة وهذه اللقطة تضخم أو وجه يعني معين، شاب أو طفلة أو كذا. يتعبر يقول كل ما نشوفه يقول هذا نتذكر الموصل مثلاً. صح. يعني مثلاً في يوم من الأيام طفل صغير قام يعزف على البيانو، والله أنا انذهلته يعني. أي. لو كنت أملك سلطة مثلاً، سلطة حكومية أو مجتمعية، أي. والله لبرزت هذا الشاب الطفل يعني. صح. وعملتونه كاريزما يعني بصمة. ممكن ندخل بهذا المحور أستاذ مهند؟ تعتمد على تخصص مؤسسة المجتمع المدني. يعني نحن في مجالنا نحن نهتم في بناء قدرات الأفراد والمؤسسات. هنالك مؤسسات مجتمع مدني تهتم في مجال الثقافة والفنون مثلاً، هنالك من يهتم في مجال المرأة والطفل. يعني هذه يعني الفرص وهذه الصدف التي تحصل، هنالك يفترض إنه يعني يتم التفاعل معها من قبل المؤسسة المعنية. مؤسسة معنية. بس يعني أنا أنت حضرتك قلت يعني تعاوننا مع التربية مع 100 مدرس. صح. لكن ماكو أثر، ماكو بصمة، ما وضعت بصمة يعني. أهل الموصل ما حسوا بهذا التأثير. ما هي أستاذ يعني الموصل مليونين بس. قضاء الموصل مثل ما ذكرت لك إنه المسألة كلش معقدة وتحتاج إلى جهد يعني كبير جدا. نعم. فالمسألة ليست باستطاعة مؤسسة مجتمع مدني واحدة أن تحدث نقلة نوعية في تاريخ يعني البلد أو الموصل. أريد قبل أن نختم البرنامج، هل يمكن أن نضع خط فاصل ما بين ال يعني مؤسسات الإغاثية اللي ناس اللي تبرعون بالداخل والخارج، أي. وهناك رجل مشهور بالموصل يتبنى هاي التبرعات ويحولها إما إلى بيوت للأرامل والمطلقات مثلاً، أي. أو يعني يغيث بها الفقراء. نعم. علي يعني ما ممكن نطور هذا العمل، هذا الخط يعني الخط الإغاثي نجعله مؤسسات. مجتمع مدني يعني. مؤسسات. نعم. أعتقد يعني الشخص اللي ذكرته هو يعني بدأ بالانتقال إلى المؤسساتية. حتى بعض الفرق التطوعية التي نشأت بشكل عفوي بعد التحرير بدأت الآن بالانتقال إلى العمل المؤسسات الرصين، يعني مثل مؤسسة تطوع معنا، مؤسسة خلوها أجمل لديها شراكات قوية جدا مع منظمات دولية. فالمسألة يعني بالتدريج بدأت تنضج، بدأت تتطور وبدأت تتحول إلى عمل مؤسساتي. عمل مؤسساتي يعني رصين. رصين. نعم. نعم. تألمت قبل فترة، أحد أقاربي أخذونه إلى الهند يجروا له عملية يعني بظهره. أي. يعني بصراحة دمعت عيني. يعني العراق، هذا العراق لم يعد يملك مستشفى يعني لعلاج الفقرات مثلا أو الدماغ أو العيون للأسف. فما بس نطلع على أربيل أو على تركيا، نروح على الهند. زين هنا المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ما لها بصمة مثلا؟ على الأقل يعني إعانة هذا بالإرشاد مثلاً أو بالتحمل تكاليف مثلاً. فيما يتعلق يعني بالمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة الموصل إلى الآن ما زالت فتية. نعم. إلى الآن مؤسسات ناشئة ليست ذات خبرة، ليست ذات علاقات واسعة. أنا على حسب علمي يعني المؤسسات الضخمة في مصر هي قطاع خاص، مؤسسات مجتمع مدني. نعم. مؤسسات مجتمع مدني. نادي الأهلي هو مؤسسة مجتمع مدني. نعم. في بداياته. إحنا ما عندنا هذا الشيء. فالمسألة تحتاج إلى وقت. يعني تثقيف. هذه التجربة ما زالت فتية. العراق الجديد من 2003 إلى الآن 17-18 سنة، ليست يعني بالفترة يعني التي ممكن أن نجني هكذا يعني ثمار منها.
وهذا ما المسألة تحتاج لوقت، ولكن نعم. يعني علينا أن نسعى ونتحرك وإن شاء الله يعني يكون أكو ثمر بالمستقبل. ننتظر منكم الشباب الصورة الجميلة للمستقبل لهذه المدينة إن شاء الله. هذا واجب. من هذا المكان الجميل من القرية السياحية في الغابات ومع ضيفي العزيز الأستاذ مهند الصوفي، كانت حلقة مميزة عن منظمة المجتمع المدني. أحبتي الكرام، يبقى الأمل، يبقى الأمل في المجتمع. نحن لا نملك انقلابات عسكرية ولا مال ولا سلاح لنغير الوضع، نحن نملك ثقافة ونملك قدرة على تثقيف المجتمع من أجل أن يتحمل الإنسان مسؤولية الخلاص من كل هذه المصيبات والأزمات التي نعيشها. ألتقيكم على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.